schont Gelenke, verbessert Körperhaltung und Gangbild und verbrennt Kalorien. Bei jedem Schritt, sogar beim Stehen. Einfach ganz nebenbei. Kennen das Geheimnis der Wirkung von MBT übrigens Gelegenheit, barfuß auf natürlichem Boden zu gehen. Und das tagtägliche Gehen auf flachen, harten Böden, die Verwendung von herkömmlichen Schuhen, die den Fuß unnatürlich stützen und führen und statt natürlich abzurollen, nach vorne klappen lassen, all das damit an Wirkung. Es können Rücken- und Gelenkprobleme entstehen. MBT ist der erste Schuh, mit dem Sie auf harten, flachen Böden so gehen und stehen können, wie sonst nur barfuß auf weichem, unebenem Untergrund. Mit all den damit verbundenen positiven Auswirkungen auf Ihren Körper. Das ist das Geheimnis der Maasai Barefoot Technology. اليوم غنهضروا على واحد الصباط بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من مشكله الظهر. عندهم الام في الظهر، في الركبه، في اي بلاصه، يعني عندهم صداع. ولا الناس اللي بصفه اخرى يعني عندهم سياتيك ولا عرق النسا، وسموه عرق النسا لانه الصداع ديالو كيخليك تنسى اي حاجه. فيديو اليوم هو تابع الفيديو اللي حطيت ديال قصتي مع مرض الظهر او الام الظهر، والحمد لله راني بخير دابا وما كنعانيش من صداع الا نادرا. كاين حاجات اللي كتقدر ديرهم من غير ضروري انك خاصك تشوف طبيب، وهذه المساله كنأكد عليها. دير شوف طبيب، دير راديوهات، سكانيرات، يعني تشوف طبيب. ولكن من غير طبيب راه خصكم تعرفوا واحد الحاجه، الدواء فقط مسكن وما كيدير حتى شي حاجه. كتكون شي حاجه اللي كيقولوا ليها انستونطان، يعني لحظيه. وحتى هذوك اللي باري ولا البراوات اللي كندقو هكا، راه مجرد ما كتفوت 3 ايام الا وكيفوت هذاك الالم كيرجع. يعني شي حاجه اللي لحظيه، خاصك تقلب. يعني الا كنتي كتعاني من مشاكل في الظهر ولا صداع ولا هذا، الاوبيراسيون راه كتكون واحد الحاجه اللي اخر حاجه، وفي الغالب راه ما كتنجحش في الغالب. فمن الاحسن تكون عندكم واحد طريقه العيش، يعني واحد الطريقه اللي كنت هضرت في القصه ديالي مع مرض الظهر. للاغلبيه للاسف ما سمعوش لها مزيان، لانه من غير انك تشوف الطبيب خاصك واحد الطريقه ولا واحد الميثود. من غير هاد الصباط اللي غنهضروا عليه اليوم، يقدر يكون صباط ويقدر يكون صندال. هذا هو اللي جربته الصراحه ولقيت عليه الراحه ديالي. وبالنسبه لواحد المساله المهمه، فالناس اللي عندهم مشكله ديال الظهر ما خاصكمش تلبسوا هاد الصباط نهائيا. نسوه هاد الصباط، يعني نسوه وما تفكروش حتى توليو يسيو شي مناسبه ولا كيكون مثلا، يعني هذاك كيكون عندكم التهاب، من الاحسن بعدو على الطالون وحتى البلا، حتى البلا بعدو عليه. يعني هذا الشيء نسوه ولوحوه، نسوا شي حاجه سميتها الطالون ولا شي حاجه اللي سميتها البلا. وكي قلت لكم واحد المساله مهمه، الا كنتي كتعاني من الظهر خاصك تشوف الطبيب، خاصك دير فيزيو ثيرابي بيان سور، يعني تابع هذاك لا راديو. يعني ما تجيش هكا ودير سبونطان او تلقائيا تمشي دير هكا ماساج ولا، خاص يكون تابع الراديو ولا الحاله ديالك باش يعرفوا بالضبط فين غيديروا لك الماساج. ضروري خاصك سرير جديد يكون مريحه. وهذيك المساله اللي هضرت عليها في ذاك الفيديو والاغلبيه ما سمعوش ليها، غنخلي لكم في صندوق الوصف انه واحد المساله اللي غلط كيقولوا لينا الاطباء، هو ان كيقول لك من تيضروك الفقرات خاصك تنعس على الارض. انا قد ما كنت كنعس على الارض الا وكيتزاد الصداع، وخاص تلقاو طريقه. كتقدروا تشوفوا فيديوهات، للاسف ما قدرتش ندير لكم طريقه، يعني فيديوهات كيفاش انك تنعس وكيفاش انك تنوض. يعني ماشي تجي وتنوض هكا قافز، كاينه واحد الطريقه اللي هي سبيسيال انك انت ملي كتكون ناعس كتنوض كتشد ايد في ايد باش انها كتعاونك على الظهر ديالك. والمساله ديال الارض انا كنقول لكم باللي هي غير منصوح بها، وحتى شي طبيب يعني اللي بعقلو غينصحك. الاغلبيه كيقولوا هذه المساله. ومساله اخرى اللي هي مهمه، حاولوا دائما ومن تجربه خاصه، في الفتره يعني الا كنتو كتعانيو من الظهر في الفتره ديال انه من تكونوا دار زعما كيعطيكم صداع بزاف، حاولوا انكم الا كنتو كتخدموا ديروا واحد المالادي معدومه غيطرى، لانه الا مشات تمساتكم تمسكم راسكم وعيتو راه ما يعقل عليكم حتى شي واحد. من تجربه شخصيه، الوقت اللي تكونوا مراض خذوا الدواء وعطيو واحد الراحه لراسكم، الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. ولكن انا مجرد من خلال التجربه ديالي، وكي قلت لكم غتلقاو الفيديو في صندوق الوصف. هادو حاجات اللي ضروري تاخذوهم، اما الدواء راه يكذب عليك الكاذب واش كيدير شي حاجه، فقط انه كيادي لكم المعده وكيادير لكم المصران. دوزوا لهاد الصباط وغنعطيكم الالترناتيف ديالو، يعني البديل ديالو. هذا هو الام بي تي. الام بي تي هو واحد الصباط اللي معروف ديال الناس اللي كيعانيو من الظهر وحتى الناس اللي صحاح.
تقدروا راه في انواع، في مثلا انه كلاس لا بغيتي تلبسو هذا راه باس بارتو، يعني تقدروا تلبسوه هذا ما تلبسوه مع كساوي، تلبسوه مع اي حاجه، اي حاجه سميتو الام بي تي. وعلاش سموه الام بي تي؟ نسبه واحد التكنولوجيا اللي كيسميوها الماساي، واحد الشعب ديال الماساي في كينيا وتنزانيا كيصيدوا سبوعه وداك الشيء، وكتلقاهم كيديروا بحال هكا جامبن، كتلقاهم كيقفزوا يعني من كيمشي وما كيمشيوش بحالنا هكا، يعني كيمشيو وكيضغطوا ولكن كتلقاهم بحال هكا كيديروا في المشي ديالهم، فهي بحال هكا. دخلوا ديروا ماساي، شعب الماساي، وغتشوفوا كيفاش كينقزوا، يعني ماشي بحال دابا مثلا من تكون صنداله بلا وكتحطها هكايا، كتحطها كتبقى غادي وكتضغط عليها، وما حدك كتضغط عليها، غنحط لكم الفيديو، ما حدك كتضغط عليها وهي كتضرك في العظام ديالك، يعني من التحت كدوز الركبه، كدوز الهفته، فين كاين الباصع، وكتبقى طالعه لك وكتاثر، يعني كيكون واحد الضغط كبير. هذاك الشيء علاش كنقول لكم من الاحسن اي واحد مريض بالظهر يحاول انه ينقص من الوزن بزاف، وزيد واحد الحاجه معلومه ناس اللي كيضرهم الظهر، علاش هذا الصباط راه هو صحي، غنقول لكم الثمن ديالو، ما كندير ليه لا اشهار لا والو. بالنسبه للناس اللي في المانيا غتدخلوا وغتاكدوا، فقط ديروا ام بي تي شوي وغيطلع لكم في الاباي شحال الثمن ديالو الحقيقي، كيختلف من جديد يعني المستعمل، وهو واحد الثمن اللي ما عرفش انا الا كنتي كتعاني يعني باغي تولي باخر راه اكيد غتسمح وغتشريه، لان الفلوس تيمشي بالاغلب والمسكنات وما كيطرا لك حتى شي حاجه، فهو داك شعب المصاعي ما تيمشيش هكا، تيمشي بحال هكا كتلقاه جامبن كيمشي وكينقز. فهو هذاك السويسري صاوب هذا الام بي تي، يعني كيسميو واحد الحاجه هنايا اللي تتكون وتتبان في الصنداله هنا، هاد البلاصه سميتها الزنزور، ماساي زنزور، هذا هو اللي فيه الاب سكريت، فهي واحد السميله اللي مصايبينها في لابراتوار ومصايبينها سبيسيال، وهذه دائما هو الرمز ديالو. حاشاكم هاد الصباط راه ما تقدروش تقولوا حاشاكم، خاصكم ديما تخبيو عندكم، لان الثمن ديالو ما فيش حاشاكم، هذا خاصكم تهزوا وتنعسوا وحداكم. سمعتوني، هذا الام بي تي نسبه للشعب الماساي في المانيا، دخلوا غتشوفوا الثمن ديالو الحقيقي اللي غنقولوا لكم، كاين اللي غيعتبروا، انا بالنسبه لي مادام الصحه ديالي فيه وانا مرتاحه فيه اكيد غنشريه، كي قلت لكم دوريجين، يعني من الاحسن شريو، كاين كيتباع مثلا في المحلات كيكون اغلى ثمنا، غالي بزاف بزاف، ودابا بداو بحال كينقارضوا، ولكن اخترعوا او لقاو واحد اخرى اللي سميتها كيبون، غنحط لكم السميه ديالها حتى هي تقدروا انكم تشريوها، حتى هي تقريبا من جيت نشوف كاين فيها ارخص، ولكن راه نفس الثمن، لانه هاد الصباط، هاد الصباط كيوصل حتى ل 200 219 مره، تقدر تشري ب 130 160، يعني من كيوصل حتى ل 50 الف ريال مغربيه هاد الصباط. وراه حطيت لكم صباح في الكوميونيتي. وبالنسبه للصنداله راه كتكون اغلى، فانتوما الا لقيتو غتشريو، علاش قلت لكم انا شريو اونلاين، ممكن انكم تلقاوه ارخص وممكن انكم تشريوه مستعمل، يعني شريوه مستعمل، وغالبا في المستعمل تقدروا توصلوا ليه حتى 60 70 اورو، كنقول لكم مستعمل يعني مولاه طيبو. وممكن واحد الحاجه اللي خصكم تعرفوها، ان السميله ديالو راه هي فراجيل، فهو السر كاين هنايا، هاد البلاصه سميتها ماساي زانزور، فهي هذيك البلاصه اللي تتكون عند دوك الشعب الماساي تيمشيو بحال هكايا، فعندهم هاد البلاصه القدم ديالهم ما تلقاهمش يحطوا القدم ديالهم، شوفوا لا فورم ديالو، فهما ما تيحطوش القدم ديالهم على الارض وكيبقاو يضغطوا، كتلقى واحد الفارق يعني اللي كيريح القدام واللور ديال رجليهم، وكتلقاهم غاديين بحال هكايا، ومن تيمشيو يعني ما تلقاش شي حاجه كتضغط على حاجه، ولكن بالعكس هذوك لي ميسكل ولا هادوك العضلات كيرتاحوا. بالنسبه للناس، فانا كنقول لكم ماشي اللي عندهم ظهر، الناس اللي عندهم ظهر، وحتى الناس اللي هما يعني ناس ما كيعانيوش في هاد الصباط كيعاون، كاين فيه صباط وكاين فيه صندال، هادو بجوج على حساب نتوما بشحال. المهم انا كنقول لكم غير الثمن ديالو، يعني تيوصل مرات حتى ل 50 الف ريال، دخلوا الايباي وغتشوفوا غتلقاو تخفيضات، ولكن يعني كل واحد بشحال غيشريه، فهمتوا؟ انا كنقول لكم هاد المارون تيوصل حتى ل 50 الف ريال الا شريتي جديد بالبوشيكه. حاجه اخرى عاوتاني، يعني دابا ما نقولش لكم انا قلبت اليوم، غنحط لكم الفيديو، راه مازال ما رخاصوش يعني مازالين، وكاين البديل ديالهم هو
كيبون وواحد عندهم سوميلا اللي إلاستيك، حاجه اللي هي بديله. يعني الا كنتي كتعاني من انسين دونك ولا التهاب، فما كننصحكش انك تفركس على قد ما انك تقلب على الصحه ديالك. ام بي تي، الام بي تي هذا هو السباط اللي جربته، كنلبسو دابا مره كنلبسو، ولكن هو راه مريح بزاف. يعني ملي تمشي تحس راسك بحال هذا هو اللي هازك، ماشي انت اللي هاز ظهرك، ظهرك هو اللي هازك بهاد المفهوم. فهاد الام بي تي هو السباط الصراحه اللي جربته وارتاحيت معاه، كنلبسوها كما تقاشر. وبالنسبه لهذه راه تقدر حتى هي كتلبسها في الصيف، كنلبسها الوقت اللي كيكون مثلا ضرني صداع ولا شي حاجه راه كنلبسها. الحمد لله حاليا لا اعاني، كي قلت لكم شوفوا الفيديو لتحت. نتمنى انكم تكونوا بخير وتكونوا استفدتوا من الفيديو. الا ما كانش الام بي تي في المقدور ديالكم، ممكن انك ضروري خاص يكون واحد الصباط اللي خاصو يكون صحي، يعني سواء مثلا يعني صباط ديال الرياضه تكون ماركه، يعني الفلوس راه كيمشيو كيمشيو وحنا اللي كنجيبوهم. خذوا المبدا وخسروا على راسكم، راسكم هو الوحيد اللي تلقاوه، حيت من يضرك صداع غيضرك بوحدك، حتى واحد ما غيضرو. خسروا على راسكم الا كان ممكن انكم تشريوا هذا الصباط. ما كانش كيبون، ما كانش شريوا صباط اللي هو صحي، وبعدوا بعدوا بعدوا على شي حاجه اللي تكون ثقيله. حاولوا تشريوا شي حاجه اللي هي مطاطيه، يعني ماشي كتمشيو هكا وكيبرك يضرب لكم في العظم، شريوا شي حاجه اللي متموجه. فهمتوا؟ هذا هو كان الفيديو، خليت لكم الراحه لهنا. هذا كان على الصباط، وكانوا بعض النصائح. واللي باغي يشوف القصه ديالي وكيفاش الحمد لله فاتني داري، غنحطها لكم في صندوق الوصف. تحياتي، وان شاء الله الفيديو اخر وافاده جديده. كانت معكم حياتي.